وبركاته معي زينب أخينا بنت محمد زينوري معلم المستقبل لأولادكم. درست في المدرسة الثانوية الوطنية أبو بكر البكي بعد سنة كبيرة، وثم وصلت إلى كلية سلطان علاشة الإسلامية حفلة، ثم وصلت إلى مركز أساسية الجامعة الإسلامية بماليزيا بتنجية، والآن أنا في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بومبا. الآن أنا طالبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سنة الأخير في كلية التربية التخصص في اللغة العربية كاللغة الثانية. أتمكن للتحدث من أكثر اللغة هي لغة الملايونية واللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنا ماهرة في مايكروسوفت وفيفا فيديو. أنا شخص مجتهدة، طموحة، منظمة، شغف كثير، وأنا أيضا سهلة للتدريب وأستطيع للعمل في مجموعة. مشكلتي الآن كثير من الطلاب يعرفون اللغة العربية من حيث القواعد والأسلوب، وممكن بعضهم لا يعرفون قواعد والأسلوب، ولكن المهم الطلاب لا يستطيعون يتكلمون اللغة العربية، ممكن بسبب قلة ثقة النفس أو قلة المفردات. لذلك نحن من صف المعلمين، خاصة معلمون اللغة العربية، لابد علينا أن نتغير طرق التدريس لكي الطلاب سيشعرون بالسعادة عند تعلم اللغة العربية. وثم نحن سإعطاء والتجهيز مادة التعلم الجيد لمساعدة الطلاب ليمهرون في مهارة الأربعة للغة العربية، يعني مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. وثم نحن سنشجع الطلاب يتكلمون اللغة العربية رغم أن لغتهم غير طلاقة والدقة، ولكن المهم يتكلم. كما قال ابن جني، اللغة وأصواته يعبر أغراضهم بين الناس. وأترككم بالكلام المهابر، ومن يتكلم هو يفهم، ومن يفهم هو يفكر، ومن يفكر هو ينجح. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا يريدون التواصل معي ممكن بطريقة